صباح الخير. ديري صافا اليوم غادي ندي دوك الدكوره اللي شريتو البارح، غادي ندي لكم شي جوج نتواش. انت غير جوج، انت جوج غادي نشويك من الله. لقاشي انت واش هاد المره الا زقلتهم زعما ما عرفتش تذكر من نتوا صافي ما غاديش نهضر ربي الحمام. خاصني نبدا نشري من عند شي واحد كونفيونس، فهمتي؟ كنت باغي نحيدهم كاملين، نخلي غير بسيبيسا ونجيب كوبلة ديال السيفيا تكون كحلة وكوبلة ديال الفا تكون نحاسية. يلا لعبونا على مسير. شنو لعبو فيه؟ ماشي. نطلعو نشدو دوك الحمامات. داك الذكر النحاسي اللي كنت شريت من السوق. غادي نسكوتشي باش ما يطيحش للدري. شوف شوف السكوتش. جوجو كي دير كنقول ليه واحد الدري حشومه اللي كتجنحهم وما كتحيدهم الجناح، شريتهم بحال هكا فهمتي، كنا مجنحين. انا دابا هذا غادي ندير ليه السكوتش، وهاد السكوتش زوين مكيخليش ديك الكولا، هي كتحيدو كتحيد كلشي. نخرجوهم دابا. شي دغيا كيتقطع زون يلا شوف ريلاكس. اوكي غادي تريلاكس باش تشدو غير بشوية. سيليا شوفوا العملية، كبرت الضفر عليه وديت الكيطاز غير كيشدو الوسط. ولاش ولاش كيما كتزيرش عليه غير شوية. غادي نجنح هاد القرايه هذا تاو غادي نحيدو. هاد عاوتاني نحطو في السوق ونديو نخليو يطلع عندنا الكربيطة. الكربيطة صافي دابا بقاو عندنا غير هذا الحاسي بسيبيسا. عندك تخرج لوكاش تبني عليها بالحديد وتخرج. هانتوما الرجيلات ديالهم ناضين طايبين كدا الطفيرات. الطاجين ديال الحمام راه ولاه
هذا صافي مريقل ناضي، هذا حتى نجيب لنتي واش ونريقلو. واخا ضحك عليا واحد الدري في الكومونتير قال لي واش انت هبيل كتريقل العش للحمام، خليهم هما يريقلوه. ديك الكوبله اللي كانت عندي اللي ولدت لي البسبوسه ما كانوا كيعرفوا يديروا والو، البيضه الاولى حطوها فوق الخشب، عاد نتف الليل بديت كنجمع العش وداك الشيء، ودابا كنوجدو فهمتي باش نقص عليهم التمارة. عزيز عليا الذكر مسكين، ولكن للاسف هي الحياه. كون كان عندي تشيس غنخليهم، ولكن كيدارزو فهمتي ما كيسكتوش كاع، ثم الاحسن يمشيو. السندوات الدري بعث لي داك الفوال النحاسي، بعثو لي ب 15 درهم، شريتو ب 20 وبعثو ب 15. الدراري انت هما كنت غادي نموت دجاج باش نبدل الحمام، تلاقيت واحد الدراري قال كندوز جوج فريخات ديال المالينو باغي يبيعهم. انت هو تياك تكرون شو ها انتوما شوف اللهم بارك بحال الوين ديال لوك شارو 14 يوم انتوما لوديناش. اجي مشي معايا انت ليا ها انتوما اللهم بارك زواون. اجي انت هي شويه اكشن بلطكه هي ليش هذي مالا ها المهم نخليكم النمره ديال الدري في الديسكريبشن اللي بغاوهم، هما دابا راه كاينين في مدينه الحرب، المهم اللي يقدر يدي بلاصه ولا يجي يديهم زواونين. انت وين ديك ولا ذكر؟ ذكر ان شاء الله. اللهم كيف حالك؟ زوين تبارك الله ما انتم باش بالكم ماما كون كان عندك شي كوبلة كنت ديتها من عندك ماما بارك تبارك الله. هذا هو الفوا شوف هذاك اللي عندي انا الخلوي خلاص البدله مع الطلع تبارك الله. شحال عندها هذه فلاس؟ يلا بنت العام هذه 2021 نعم 2021 غير لي باك اللي عندهم قدامي كلهم ولاد العام تبارك الله. كنت بغيت كشاش فوق ده لا ما كتخافش هادي ما شو خوها قام نصور نعم لا نسيت تصور اجي قاسل يلا باي 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 باي. قربنا دابا من المتجر زوون ديك النتوارا هي مباقية ديك الكحلة ناضية وراي واحد النحاس هي لي مارش واش خاص تكرم لها نتو القطي طانو هذا ولا شنو الدري مشى يتغدى المهم خليت الكراط انا تمي في المحل ديالو لقيتو بعد داكشي كامل خاو ملي غادي يرجع بان لي واحد الفواش مي زوون نشوف واش يقدر يدخلو ونشدو ونشري تكرون شو هنيا بدلت هادوك بكوبلة ديال الفول ما عرفتش شي مهم بانوا لي ماشي فول عندهم واحد الراس في الشكل قلت لاش المهم شنو نوصل نوريهم لكم زوينين دايرين بحال بسي بيسا في الديكور
عطيتو هادوك دوك الجوج داك الكري وداك الكحل و 36 درهم واش مشى. واخا قالوا لي بزاف ديال الدراهم ما تبقاش ديال الالوان ملي تكون كتشري حمام وبالاخص الفواياجور، ولكن انا كيعجبوني الالوان براداس شي بحال لون ديال البسيبيسا الحاسيه فيها شويه ديال البيض، ملي كطير وكتحل جناحها كتبان لك الزواقه زواون. حيت حيت نجبدو نتيوايا الاولى مساك الماء سخين دوز عندي واحد المده ويتنقى هادي دابا نتيوا بلاش هادي 100% نتيوا واخا قلي ولا مارش وقيلا عاد كتبدل كتبدل الريش. شنو بان لكم كاين ولا مكايناش؟ بالنسبة للرويس عندها الفلطة حمرش علاش؟ واش لاراس ديالها هكا ولا ارنو؟ ما كيخافوش بزاف هادو حيت كابرين معاه كنشدها فيه الجناح اش كيما العادة من توفين ساليشي ها هو التكير. المهم شوفوا هاد النيف ديالو واش عادي ولا المهم كنشوف شي وحدين عندهم كثر من هكا ولكن لا رانا ما كيعجبنيش هاد الديكور. شوف طير بكرة نشوف ما كيعجبنيش هاد الديكور ديال النيف يكون بحال هكا ولكن المهم اللهم هذا ولا بلا شي هاك واش هاهو واش طراسك لوين ناضي بحال بسي بيس شنو وقفه كي دايره احسن من هاد القويين اللي عندنا زعما اللي كانوا عندي دابا بقى عندي غير واحد عندو جناح ديالهم طوال ديال المسافة الطويلة. هادي معلومة قال لي اخويا مهدي تحية ليه قلت لي عندهم ربعة ديال الريشة الطوال في الاخر ديال الجناح ديال المسافة الطويلة اللي عندهم الجناح مقدم ديال المسافة القصيرة هادو واقيلا ديال المسافة الطويلة واخا لقيوقين زعما قليو لي. اش بالكم ابراد زوينين ولا لا؟ هادو احسن من الاولى ياك دوك ال داك الكحل وداك الشيء بي سي جات الغيره خصنا نجيبو لها شي ذكر تاعي كل بحالة شو لا زواقه فيها ناضي واخا بزاف ديال الدراري يجيو ماشي عادي ولكن انا كيعجبني الفوا فهمتي واخا ماشي فوا بيور ولكن كيعجبني. كيداب زو غلبو جيت نصورو ما يتفارقو هذا غلب هاد الغلايب غندخلهم دابا باش يشدو شي صندوق حيت البسبوسه كتشد الصندوق والاخرين كينعسو على العواد مازال صندوق قهوة غادي ينعسو فيها هذا لا طلعت لهم الطاجي اليوم زعما يقدروا يبيضوا من هنا سيمانه نمشي بيسا كتنعس انا خاصنا نبدل لهم داك الكرتون توسخ كنحيدو ديما وكنشمشو وكنقشر داك الشيء اليوم ما ساليش نطلعوا لهم الطاجين دابا نيت نسرعوا العمليه
غدا نصور لكم شي فيديو عاوتاني قادو شي صندوقات انا بلاصتو مدينه تنقسم هذه في النص يا صندوقين وصندوقين ونخليهم ديك الخويا يبقاو يدوزو من تحت اللي ما عندهمش جناح يبقاو يدوزو من تما اوكي تبرو شي وحده فيهم عندها العقل خبرونا قالوا بلي دوكا كتبان بحال ما كتجريش مع طويلة ندير لهم عاوتاني السباق كم الله وكا سيبيا في المرتبة الثانية سبيك ماشي انتي سيبيا سبيك نو سبيك دير واحد الكلب شو هزيش الحجرة سيليا كتلقاش هجرك شبقى تهضر معاه بحال نو شوفو نزل ليه شو كيدير كبير نطلع عند الفوق كيدير بحال بومير كيبقى واقف اش راه كبير كيبان صغير هنا بغا يهبط ناير قلع راه شوف